اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساعه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده هنعمل ساندويتش فراخ مشويه بالبطاطس من بواقي الفطار. المكونات بتاعتنا صدور فراخ مشويه فضله من الفطار، بطاطس فضله من الفطار، هنزود عليهم بس خس وطماطم وفلفل اخضر مايونيز وخل وكاتشب. هنبتدي الاول هنسخن الفراخ مع البطاطس، بس نقطعها الاول شرايح كده. مش لازم شرايح صغيرة. نسخن طاسة، شوية زيت صغيرين دوبك نقطة. نجيب بطاطس برضو نقطعها كده مع الفراخ. عايزين برضو نقطعها حبة، يعني المفروض ان هي تبقى عاملة زي مكعبات كده في البطاطس الصغيرة. نحطهم مع بعض على النار. عليهم رشة فلفل، شوية خل صغيرين، الخل بيطير على طول من النار فممكن نوطي النار شوية. والخل اللي احنا قاصدين بيه البطاطس، فحاولوا وانتوا بتحطوا الخل تركزوا على البطاطس نفسها، طعمها بيبقى حلو جدا مع الخل. بعد كده نجيب بولة كده نحط فيها المايونيز. ده كاتشب حار اللي هو بيبقى معمول بالفلفل او الفلفل الاحمر. المايونيز هيديله طعم حلو، هيكسر شويه الحده بتاعته. احنا مش بنبقاش عايزين طبعا ناخد حاجات حراقه قوي في رمضان خصوصا بالليل. بعد كده نجيب العيش. المايونيز وكاتشب الحار من ناحيتين. كده نحط خس. عايزين تحافظوا على الخس اطول فتره ممكنه، حطوه في ميه ساقعه في الثلاجه فيها مكعبات ثلج. هتلاقوه دايما بيحافظ على القوام بتاعه وهيدي طعم المقرمش كأنه لسه طازه. الفراخ الأول، بعد كده البطاطس، سيبوه يقع طبق كده يبقى شكله حلو في التقديم. يبقى الساندوتش كده من كل ناحية. بعد كده شوية فلفل، طماطم مكعبات، العيش
ممكن برضو الجارنش نحط شوية خس على جنب، شوية طماطم، شوية فلفل. الساندوتش كله تحس إن هو واخد الطبق كله. ساندوتش وحاجة ساعة لهنا وشفا. النهارده هنعمل كوكتيل اناناس بالفواكه المجففه او بيميش رمضان، الحاجات اللي احنا متعودين عليها كل سنه، نحاول نجدد فيها ونقدم بيها حاجه جديده. مكونات موجوده بتاعتنا طبعا راسيا، مشمش او مشمشيه، تين مجفف، اناناس، سكر، وزبادي، ولبن. نجيب دلوقتي خلاط. تلاقوش الاناناس طعمه هيبان في وسط الحاجات دي كلها. المشمشية، راسية، ماء الزبادي، شوية سكر، أخيرا اللبن. ونخلط ده بضربة بس الأول كده. تمام، عايزين طبعا تنوعوا بالحاجات الموجوده من اليميش. ممكن شلنا واحده مشمشيه كده للجارنش، مش متعودين نعمل الجارنش بحاجات رمضان، بس شكلها جميل كده. العصير بتاعنا جاهز، كوكتيل اناناس بفواكه مجففه او بيميش رمضان. ساندوتش وحاجه ساقعه هنا وشفا. We'll be right back.